اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في تصوير جديد من جلسه طالب الرضا. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، ودوز هذا النهار احسن من البارح، وتشوفوا فيه ان شاء الله كاع الحوايج الزوينه اللي كتمناوها. مرحبا بكم، مرحبا بصديقاتكم، كما كتشوفوا حنا من خلال هذا اللايف غادي نعملوا جوله في اهم الشوارع من جلسه طالب الرضا. انا في اتجاه كخواجمو ديال جران زران مع شارع ابراهيم الروداني، احد اكبر واهم الشوارع من جنس الدار البيضاء. مرحبا بكم، مرحبا صديقاتكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. كما كتشوفوا فالطريق عامرة والشوارع فيها شوية من الاختناق المروري، وهذا امر طبيعي لانه كما كتشوفوا هي ساعة الذروة، يعني الوقيته كاع الناس كتوجه للعمل ديالها، تقرر العمل ديالها. نتمنى ان شاء الله الامور تمشي مزيانة بالنسبة للجميع. الله يرحمنا يا ربي ويحفظنا من كل شر، يرفع لنا هذا الوباء ويبدل علينا هذا المنزل بالخير كيفما كيقولوا جدودنا يا رب. صباح النور أسمائي ونفس تحية ليك. صباح الخير، عندنا الرادي، عندنا الرادي حسناء برشا، تحية ليك. نتمنى إن شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكونوا في أحسن الأحوال. أنا المقربة من البرود بوانتاج اللي كيبوانتي فيه الطاكسي، ودابا تحديدا في الخادمة ديال بيران صراحة الروداني حدا سكاها. مرحبا بكم، مرحبا بآرائكم وتعليقاتكم. نقرا ولا راك شكرا، عندنا الرادي الله يرحم الوالدين اخويا، شكرا لك، الله يجزيك بخير. بنشا رضوان تحية ليك خويا رضوان، كيف كتشوفو هاي أشعة ديال الشمس ساطعة الصباح. نتمنى إن شاء الله الأمور كلها تجي مزيان وتكون بأحسن الأحوال. صباحكم مبروك، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير تكونوا في احسن الاحوال. حاليا المكاني صباحكم مبروك اخشي، عندنا الرادي شكرا ليك. بريزي رشيد صباح النور اخي، معك رشيد من وجدة، تحية كبيرة للناس وجدة والجهة الشرقية. مرحبا بكم، صباحكم مبروك، صحة وسلامة ان شاء الله وكل ما كتمنى. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، كنضرب لكم موعد جديد في لايف اخر، تبقاو على خير ان شاء الله. الامور كانت تمشي مزيانه وتكونوا في احسن الاحوال، والله يدوز هذا النهار ان شاء الله بخير وعلى خير، وتكونوا فيه بصحه جيده امور زوين ان شاء الله يا ربي. الله يوفقكم، الله يفسح بباب الخير في وجهكم يا رب، حنا وانتم ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا لتفاعلكم، تبقاو على خير.